خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا فاروق صلاح ولقاء مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد تحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن قيدار هنداوي والكابتن خالد مصطفى، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا النادي الاهلي بيستهل مشواره في بطوله الدوري والفوز على فريق سبورتنج بنتيجه 76-44 في مباراه تسيدها النادي الاهلي على مدار الاربع اشواط. بيسعدنا يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيه الكابتن هيثم السعيد كابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى. فوز كبير النهارده اعتقد مهم جدا، البدايات بتفرق النهارده، فوز كبير جدا على مباراه على فريق سبورتنج في مباراه تسيدها النادي الاهلي على مدار الاربع اشواط. الاول طبعا برحب كابتن هيثم وكابتن قيدار وكابتن خالد زملاء في الملعب من زمان طبعا، ويعني مشرفين قناه النادي ويا رب موجودين دايما. الحمد لله يعني النهارده خلصنا بطوله المرتبط، ربنا كرمنا بيها، نبدا نركز في بطوله دوري السوبر وكاس مصر. بداية مع نادي سبورتنج، فريق محترم وجهاز فني محترم، وعنده زي ما الأهلي عنده أولاد صغيرين مميزين، سبورتنج برضو عنده أولاد صغيرين كتير مميزين. ويمكن هتكلم على سبورتنج شوية، ان هم كنادي سبورتنج ليه تاريخ في الباسكت، وممكن بعد الانتخابات اللي فات دي وفوز كابتن احمد حسن بالانتخابات، النادي سبورتنج هيبقى قادم في الفترة اللي جاية بقوة، وهيبقى يرجع ان هو منافس تاني ان شاء الله. وبحييهم على مجهود النهارده، عارف انهم عندهم ثلاث لعيبه ناقصين زي ما احنا برضو عندنا ثلاث لعيبه ناقصين، وبس هم يفرقوا معاهم، ممكن يكون احنا عندنا البديل اجهز. الحمد لله النهارده الفرقه اتمرنا، جهزنا فرقه سبورتنج كويس بتمرين ومحاضرات الفيديو، وقارين لعبهم وعارفين خلاص كلنا، يعني كل فرقه عارفه الفرقه الثانيه وامكانياتها ونقط القوه والضعف. لعبنا بشكل مميز، الفرقه ادت دفاعيا، ده اللي كان يهمنا النهارده اكتر من هجوميا، لعبنا في الديفنس بطريقه اللي كنا طالبينها من الولاد، واداء كويس، وبحيي كل اللعيبه. وان شاء الله البدايه طبعا انت عارف البدايات دايما ما بتبقاش قويه كمستوى، المستوى بيعلى مع الماتشات الكتير، بقالنا فتره يعني من نهايه المرتبط دلوقتي ما كانش فيه ماتشات، الماتشات والمستوى ان شاء الله هيبقى اعلى كل ماتش عن التاني باذن الله. كابتن احمد، التواجد في منظومه النادي الاهلي كل يوم انت مطالب ببطوله، الدوافع بتتجدد يوم بعد التاني، بعد الفوز بدوري ببطوله منطقه القاهره ثم البطوله العربيه ثم دوري المرتبط، الدوافع ما قلتش عند اللاعبين، الجديه، اتكلمت في نقطه مهمه جدا وديت اللي عايزين نوضحها برضو للجمهور، فريق النادي الاهلي اصبح شرس في الناحيه الدفاعيه. طبعا انت بص الاول نتكلم عن النقطه الاولى، ان انت بتمرن في النادي او بتلعب في النادي انت محطوط تحت ضغط طول السنه، وده ضغط جميل لان انت في الاخر لما بتكسب الناس بتشيلك فوق دماغها، فانا بشوف ان هو ده ضغط، يعني انا بسميه دايما ضغط ممتع، ان انت تبقى بتفرح الناس ودايما بتلاقي تقدير معنوي من الناس بعد اي انجاز بيحصل. فالحمد لله رب العالمين على نعمة النادي الأهلي، كل واحد من فرقة أو من جهاز يبقى عارف أنه هو في نعمة كبيرة وجوده في النادي الأهلي. دفاعيا احنا طبعا دي سياسة أوجستي، أنه هو دايما مركز على الديفنس أكتر يمكن من الأوفنس، فدفاعيا الفرقة بتتطور وهتبقى أحسن إن شاء الله الفترات الجاية، ودي حاجة بسطانة من المباراة أكتر من الفوز أو فرق السكور أو النواحي الهجومية. كابتن احمد، الكابتن هيثم السعيد في مستهل بدايه الاستوديو التحليلي اتكلم على سياسه الدفع بالناشئين والربط اللي ما يعني المستر اوجستي بوش بيهتم بهذا الامر، اعتقد ده امر مهم جدا بالنسبه لكم كفريق النادي الاهلي. بص خليني اقول لك ان النادي الاهلي يعني يمكن اخر سنتين ثلاثه هو النادي الاهلي ماشي تقريبا في مشروع، ممكن يتغير المدير الفني لكن المشروع اللي النادي الاهلي ماشي فيه ان هو يجني ثمار قطاع الناشئين اللي بقاله 7-8 سنين شغال على اعلى مستوى، اللي بحيي كل مدربين قطاع الناشئين اللي موجودين مميزين. انا اقدر اقول لك انا حافظ لعيبه لغايه تحت 12 سنه في النادي الاهلي، كلهم لعيبه مميزه بنتوسم فيهم ان شاء الله ان هم اجيال تكمل بعض، ويبقى فريق النادي الاهلي بيملك قاعده كبيره وذخيره، ودي حاجه فعلا باسطه كل الناس، وبدات من السنتين اللي فاتوا وما بداتش السنه دي، يمكن السنه دي انت بتلاحظها بشكل ملحوظ، لان انت بتلاقي بقى اللعيبه اللي كانت بدات تلعب بقى لها سنه او اتنين بدات تستوي زي ما بنقول كده بالبلدي، زي عمرو زهران، زي محمود وليد، زي مؤمن خيري، زي عبد الله، زي بودي حسام، هتلاقي اللعيبه دي على طول في الاستمراريه ان شاء الله بالماتشات هيبقى مستواهم اعلى وافضل باذن الله. اشكرك كابتن احمد وبالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وبشكركم جدا، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. من جديد العوده للكابتن هيثم السعيد.
فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، ولقاء مهم مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق.